وعلى النضال ديالكم والصبر ديالكم، حيت هادشي ماشي سهل. النضال ماشي سهل، النضال تيكون مع الرجال. الله يقوي الرجال باش نقدروا نناضلوا اكثر. حنا عارفين على ان الوقفه اليوم وقفه انذاريه، انذاريه لانه باش نوصلوا واحد الميساج للمسؤولين، سواء على المستوى المحلي او على المستوى المركزي، لان عندنا مشاكل اللي هي متعلقه بالقطاع محليا، وعندنا مشاكل اللي مرتبطه ما هو وطني، باش نفرقوا بين الامور. وكنتمنى من كل مسؤول في الموقع ديالو يحل المشاكل ديال هذه الطبقه العامله في قطاع نقل المستخدمين والمهنيين ديال القطاع. محليا كما كتعرفوا كاين مجموعه الاكراهات. الاكراهات اولا في الطريقه ديال التعاقد ديال الناس المهنيين مع المؤسسات اللي كتشغلكم. ما معناه ان الشركات اللي كتعاقد التعاقد ما كيكونش متكافئ، يعني ماشي كتكون صفقة مفتوحة وكياخذها اللي عنده الجودة أو اللي عنده إمكانيات معقولة أو عنده أو كياخذها على حساب العلاقات. وهذا اش كيخلق أنه كيوقع واحد المونوبول، يعني واحد المجموعة هي اللي كتستافد ومجموعة أخرى عمرها ما توصل أنها تقوى. وهنا فين كيوقع هذاك الشيء ديال اللي كتشوفوا دابا وكتعيشوا، كيوقع على سو تريتونس، يعني مقاولة كتشد المارشي وكتفوض الاخرين وكنوليو في ذاك الاثمنه المتدنيه، واللي كيستافد اليوم هما الشركات. انتم كتعرفوا التراجي، واحد تيشدو بثمن ويعطيه لواحد بثمن والاخر يقول له ثمن وكتبقى الامور. هذا الامر خصو ينتبهوا له المسؤولين، خص القطاع يتقنن باش نبداو نخدموا كاملين بنفس المستوى. هذا اولا. ثانيا تنهضروا على السائقين، الوضعيه السائقين خصها تتغير، لان الطريقه باش اليوم وكيهضروا بعض المسؤولين تيهضروا حوادث السير وكذا، حوادث السير بهذه الطريقه ما غاديش نحدوهم. حوادث السير غنحدوهم اننا ننظموا القطاع، ان هذاك السائق يخدم الاوقات العاديه بظروف وشروط مريحه، وان الظروف ديالو الماديه والاجتماعيه خصها تكون مريحه. وتما غادي ناثروا الاخوان ديالنا على انهم يمشيو بشويه ويحاولوا وكذا وكذا، لان مضغوطين. حنا عارفين الواقع، كنخدموا تحت الضغط. هذه اشارات حنا كنعطيوها للمسؤولين محليا. توقيف الرخص، توقيف الرخص اللي جات من الولايه، هذا التوقيف اللي تيقول على انه ما يمكن تاخذ، تكون عندك شركه وما تاخذ الرخصه الا عندك خمسه العربات، راه هذا الامر ماشي معقول، لان في اقاليم اخرى راه بعربه وحده كياخذ الترخيص ديالو كيبدا يشتغل. ماشي حنا تسدوا علينا هنايا البيبان والناس كيمشيو يفتحوا الشراجم في جهه اخرى. خص الامور تكون واضحه. هذا الامر هذا راه ماشي هو اللي غيحد من حوادث السير، وماشي هو اللي غادي ينقص من المشاكل، لان اصلا العربات كتزاد. راه واخا درنا هذه العمليه سدينا غير على الناس ديال طنجه، والناس الاخرين راهم باقيين كيستافدوا وكيجيو هنا وكيشتغلوا. اذا الناس ديال طنجه والشباب طنجه هو اولى انه يدير مقاوله. واليوم حنا كتعرفوا التوجه ديال سيدنا الله ينصرو، كيقول خصنا نشجعوا الشباب. كيفاش غنشجعوهم وحنا كنسدوا عليهم؟ دونك هذا نداء السيد الوالي انه يراجع معنا هذا الامر هذا ونجلسوا نتحاوروا في هذه المساله. المساله اللي هي خطيره اليوم واللي هي من طنجه حتى للقويره، هو الغلاء ديال المواد الطاقيه وعلى راسها الغازوال. لا يعقل اليوم الغازوال ينتقل من 9 دراهم وغادي ل 11 درهم وما عرفناش فين غيوصل. راه التكلفه باينه وغيوليو المشاكل غتزيد تفاقم، وماشي غير على 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 المهنيين، راه حتى على المواطنين العاديين اللي عندهم السيارات. وهذا الشيء على من تيأثر؟ على تنقل السلع، معناتها ان السلع غتغلى والحياه غتغلى والزياده في الاجور راها واقفه. اكثر من ذلك راه كتنقص. دونك الظرفيه تقتضي على ان المسؤولين المركزيين، وكما قلت سابقا راه اليوم كاين حوار اجتماعي وطني على رئيس الحكومه انه ينتبه. وهذه اشاره حنا حنا كمهنيين وكاتحاد العام حنا كنوجهوها له على انه ينتبه لهذه الفئات وينتبه للمواطنين ويلقى الحلول المعقوله. ما
مابقاوش ندربوا في شي امور اخرى ونقلبوا داكشي ديال المماطله وكذا. خاص اليوم امور استعجاليه نظرا للظروف كامله كنعيشوا، حتى التساقطات انتما كتشوف، حتى المطار راه تا هو زاد في المشاكل ديالنا. وبذلك كنتمنى على ان الاشاره ديالنا وهذه الوقفه الاداريه السلميه يسمعوا لها الناس العقلاء والناس اللي باغي فعلا تصلح، وحنا مع الاصلاح مع التوجهات ديال صاحب الجلاله، ولكن على المسؤولين اللي في شي موقع في شي كرسي انه يخدم الصالح ديال هذا الوطن، لان الوطن ديالنا غالي وعزيز علينا. تحيه لكم جميعا. السلام عليكم اخوان، تبارك الله فيكم، تحيه للجميع ونشكركم على هذا القدر الكثير وعلى هذا السلوك الدائم وعلى هذا الروح المضلي فيكم. الاخوان حنا هذه الوقفه هذه جات بنا على عده اكراهات اللي كيعيشها القطاع الراسيه، ارتفاع الكهرباء لان المحروقات الاساسيه اللي كنشتغلوا بها، وكل يعرف على ان الكهرباء انه الكلمه الثانيه ما اننا ما نستغنوا عليها. ثاني الاخوان كما قلنا ان المشكل ديال خروج المينا، هذا قرار غير عادل ويخدموا اجنده خاصه، لان مجموعه الشباب منهم يعني السائقين بغاو انهم ينموا القدره ديالهم ويأسسوا شركات يكونوا يعني كما كيقولوا مستقبل افضل، ويلقاو واحد العائق امامهم هو ان التوقيف الرخاص. والتوقيف جاء ناتج عن واحد المحضر دار بتاريخ جوان ديال 2021 من طرف بعض الجهات على راسهم سادة أرباب النقل، وكذلك الأمن الوطني والدرك المالكي من مجلس النقل. كنحمل المسؤولية كاملة لوزارة النقل مسؤولة على الترخيص وقفة الترخيص بأي سند قانوني، لأن حنا عندنا دفتر تحملات. دفتر تحملات كيعطي الحق لجميع المواطنين أنهم يخيصوا الشركة ديالهم، لأن مايمكنش أن اللي عنده فلوس يخرج من هنا واللي ما عنده شيء أنه يبقى شي من قضايا وهادشي عندنا صعوبات حتى يتم هذا الموضوع الرئيسي ونخدموا على جميع الأشخاص من الجميع. وهذا المحضر اللي دار خصو يتسلغى، مايمكنش يبقى بهذه الطريقة هذه، وإلا سنضطروا لوقف هذه العربات ونديروا إضراب كاع، إما في شهر الرخاص إما وقف القطاع. النقطة الأخرى أخرى هي أن الأسعار، أن ثمن الأسعار خصو يتم التحديد ديالو، السقف، مايمكنش أن واحد يشتغل بثمن واحد بثمن واحد بثمن، هذا راه مشكل. النقطة الأخيرة أخرى أن السائق يعني خصو أنه الثمن يشتغل بثمن غير منطقي. ثمن يعني لا يتناسب مع طريقة الشراء ديالو. الشغل الصباح 8 أو الوحدة ربعة متقطع 3000 درهم، 3000 درهم راه ماشي خدمة هذه. الشركات رفعوا الثمن، المستثمرين شركة منتجة، وحنا السائقين أو الثمن، الثمن هو المشكل الواحد اللي عندنا. خصوصا هذا الغلاء دابا حنا اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.